ومعنا هاتفيا من الدوحة السيد خليل مقداد المحلل الكاتب الصحفي السوري. مرحبا بك سيد خليل. إذن قوات النظام تشن غارات على الغوطة الشرقية بريفي دمشق وكذلك على مدينة إدلب، كيف تفسر هذا الهجوم قبل مؤتمر سوتشي المقرر له بعد أيام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أخي، هذا الأمر يعني يصب في صلب السياسة والاستراتيجية التي تتبعها روسيا في سوريا. يعني هي سياسة التركيع، سياسة تركيع من بقي يقاوم المشروع الروسي ومشروع فرض نظام الأسد وإبقائه في سوريا. الآن هناك الغوطة وهناك إدلب، هاتان المنطقتان لا تزالان مشتعلتان، يحاولون الوصول إلى أبو الظهور وكفرية والفوعة، وأيضا كانت هناك محاولة لاختراق الغوطة لكنها انقلبت عليهم وأبطالنا يحققون انتصارات يعني تشهد لهم. من هذه الانتصارات سيد خليل، عفوا، يعني حديث عن قتلى وجرحى بين عناصر نظام بانفجار مستودع أسلحة بريف اللاذقية، ولكن من يمكن أن يصل إلى هذه النقطة لتنفيذ التفجير؟ يعني بداية اليوم أنكرت أحرار الشام أنها استهدفت مطار حميمين. الجهة التي تقوم بهذا العمل يعني هي معلومة لكثير منا، لا نحب التصريح بهكذا أمور ما لم يصدر بيان رسمي من هذه الجهات، لكن هذا يصب في إطار الاستراتيجية التي ندعو إليها. وأنا تحدثت قبل هذا اليوم على قناتكم من منبركم وعلى بعض القنوات الأخرى بأنه عندما سئلت ما هو البديل، قلت البديل هو تصعيد حرب العصابات، توحيد الشرفاء، الانشقاق عن الفصائل المستسلمة التي وافقت على فرض مشروع بقاء نظام الأسد المجرم. لذلك الآن لدينا عدة جهات يمكن التنبؤ بها، لا يمكن الإفصاح عنها لأنها قد تؤدي إلى ضرر بهذه الجهات التي تقوم بعملية حرب الكر والفر وحرب العصابات والاستهداف، لأنها ستكون بإذن الله تعالى الاستراتيجية المقبلة المتبعة في سوريا وحتى في العراق. طيب، وزير خارجية تركي صرح أن الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد تحصل بدعم من روسيا وإيران، إلى أين تذهب العلاقات بين تركيا والدول الراعية لوقف التصعيد؟ باعتقادي لن يكون هناك تصعيد، حتى التصريح التركي نفسه جاء متأخرا، لم يتواكب مع الأحداث. الحملة بدأت منذ 25 ديسمبر، أي نحن الآن نتحدث عن 15 يوما. في اليوم 14 جاءت التصريحات الروسية وجاء استدعاء السفراء الإيراني والروسي. أنا باعتقادي أن هناك تنسيق عالي المستوى بين كل من روسيا، تركيا، إيران، الكل يبحث عن مصالحه في سوريا، وهناك تنسيق ربما يكون يعني الصورة باتت أكثر وضوحا اليوم. يعني هناك مسألة تنبج وعفرين ربما تكون مقابل أبو الظهور، كفرية، الفوعة، تقدم النظام في إدلب. الآن السؤال هو لماذا هذا التصعيد في حين أن إدلب كانت من ضمن المناطق التي شملها اتفاق خفض التصعيد أو العنف. الآن يعني هيئة تحرير الشام قدمت التنازلات يعني بما فيه الكفاية كي تقنع المجتمع الدولي والرعاة والضامنين أنها تتماهى مع مشروع التسوية إلى حد ما مبدئيا أو أقله مرحليا، لكن هذا لم يشفع لها. وبالتالي هو نفس الكلام الذي حذرنا منه بأنهم لن يسمحوا حتى لرافضي التسوية أيا كان توجههم وطنيا، إسلاميا، علمانيا، ديمقراطيا، لن يسمحوا لهم بالبقاء ما لم يوافقوا على بقاء الأسد. إذا كل من يرفض التسوية الآن مستهدف أيا كان انتمائه، سواء العقدي أو الإثني أو حتى السياسي. نصر الحريري أعلن أن جولة جديدة من جنيف ستعقد في بعد 11 يوما بإشراف الأمم المتحدة. هل ما زالت مؤتمرات جنيف مسارا يمكن الاعتماد عليه بعد الجولة الثامنة من المحادثات فيها؟ يعني نحن العاقل يتعظ بغيره ويتعظ من التجارب. نحن منذ الجولة الأولى التي رفضها الشعب السوري حذرنا من هذا الأمر، جاءت الجولة الثانية لتؤكد، والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة والثامنة والتاسعة، ثم جاءتنا أستانا والآن سوتشي لإعطاء غطاء وشرعية للمشروع الروسي الهمجي الذي يهدف لتصفية الثورة. لا يقتنع بهذا إلا صاحب مصلحة، وهؤلاء أصحاب مصالح. يعني
لم يستطيعوا الإفراج أخي عن حتى معتقل واحد أو معتقلة حتى، لم يستطيعوا إدخال رغيف خبز يعني لمدينة محاصرة أو قرية حتى، أو فك الحصار عن قرية. لذلك ما الذي نأمل؟ ونحن على رأي المثل العامي الذي يقول اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. لذلك لا نتأمل منهم شيئا، وهم في طريقهم أيضا للمشاركة في سوتشي، ليتها انحصرت في جنيف وبقيت في جنيف. الآن هناك سوتشي وهناك أستانا. الروس يتحركون في سوريا بغطاء أمريكي أوروبي، والهدف هو الإبقاء على منظومة الحكم الأسدي المجرم وتركيع السوريين، ليس تسوية بل فرض وتركيع. أشكرك من الدوحة هاتفيا السيد خليل مقداد الكاتب الصحفي السوري.